السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة، والتي سوف أتحدث فيها مرة أخرى عن سبب تأخر تأشيرة السياحة أو الدراسة للولايات المتحدة الأمريكية. تحدثت على هذا الموضوع العديد من المرات في فيديوهات قديمة، هناك بعض الفيديوهات التي كانت بالدارجة المغربية، لذلك هناك بعض الإخوة الذين رسلوني من أجل وضع فيديو آخر يتحدث عن أسباب تأخر يعني صدور تأشيرة السياحة لأمريكا أو الدراسة لأمريكا. على العموم بصفة عامة أقول بأنه من بين الأسباب التي تؤخر صدور تأشيرة السياحة أو الدراسة لأمريكا، حتى لو إذا كان الملف يعني ملف قوي، فأهم نقطة هي المقابلة. أقولها مرة أخرى، ركزوا على يوم المقابلة، لأن هناك أسئلة تطرح يوم المقابلة تكون بما يسمى بتريكي كويشن، يعني كمصيدة للشخص الذي يقدم على تأشيرة السياحة والدراسة، لأنهم يحاولون التأكد بأنك سواء قدمت للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السياحة أو الدراسة فإن تأشيرتك يعني مؤقتة، يعني السياحة هي تأشيرة مؤقتة سوف تأتي لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، فبمجرد انتهاء تلك المدة عليك الرجوع إلى بلدك. نفس الأمر بالنسبة لتأشيرة الدراسة، بمجرد حصولك على دبلوم أو الشهادة أو إجازة أو أي شيء من هذا القبيل عليك الرجوع إلى بلدك، فهذه الأشياء يحاولون التأكد منها يوم المقابلة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، التركيز عند ملء جميع الأوراق يوم التقديم على التأشيرة. حاولوا عدم القيام بأي غلط أثناء ملئكم للاستمارات أو الأوراق. فمثلا من بين الأسباب التي تؤخر تأشيرات السياحة أو الدراسة وجود خطأ في الملف، بمعنى أنه الشخص الذي يقدم على إحدى هذه التأشيرات قام بعمل خطأ. هذا الأمر ربما يتم إلى تأخير صدور الفيزا، لأنه إذا كان هناك خطأ سوف تخبرك القنصلية بأن هناك خطأ يجب عليك مثلا تصحيحه. لذلك عليكم الانتباه جيدا مثلا لتاريخ الميلاد، إلى الاسم. الاسم يجب أن يكتب في الاستمارات وفي جميع الأوراق كما هو موجود في جواز السفر بالضبط دون تغيير. أوكي؟ بالإضافة هناك بعض الناس عندهم ما يسمى بالميد نيم أو الاسم الثلاثي. إذا لم يكن عندك اسم ثلاثي فلا تكتبه في الأوراق. هناك بعض الإخوان يعني في جواز سفر لا يوجد اسم ثلاثي، وعندما الاستمارة يكتب اسم أبي أو الاسم الثلاثي. اكتب الأسماء كما هي في جواز السفر. أوكي، فأي اختلاف ربما يؤثر أو يؤدي إلى رفض التأشيرة، يعني سواء السياحية أو الدراسية. بالنسبة الآن لأصحاب أو الطلبة الذين يقدمون على التأشيرة الدراسية، هناك بعض المرات مشاكل تتعلق بالقبول الجامعي. أوكي، ففي بعض المرات تشك السفارة في وجود أي خطأ، لذلك يتم إيقاف إصدار التأشيرة لحين الرجوع إلى مقدم الطلب ويعني التأكد من أموره. من بين هذا الأمور هناك بعض الناس الذين يقدمون على تأشيرة الدراسة في أوقات بدأت فيها الدراسة. مثلا أعطيكم مثال، هناك بعض الناس يريدون التقديم على دراسة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير. أريد منكم فهم شيء الأمر. هناك 3 سيمسترز أو 3 دورات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الدورة الأولى دورة الخريف وتبدأ في أواخر غشت وأوائل سبتمبر، يعني بالنسبة للناس الذين يريدون القدوم لأمريكا للدراسة فيما يسمى بالفول سيمستر أو دورة الخريف عليهم تقديم قبل، يعني مثلا الآن شهر أبريل أو شهر ماي، لا ينتظروا، لا علي، ليس عليهم الانتظار إلى غاية شهر 7 أو شهر 8، لأن آنذاك سوف يشكون في القنصلية. هناك الدورة الأخرى أو ما يسمى بسبرينغ سيمستر وتكون في يناير. فبالنسبة للناس الذين يريدون القدوم إلى أمريكا والدراسة في شهر يناير في سبرينغ سيمستر عليهم تقديم بشهور قبل ذلك.
عليكم الانتباه من الحساب البنكي. هناك بعض الناس يقومون بإنشاء حساب بنكي وهمي، يعني حساب بنكي موجود لكن وهمي. ماذا أقصد بوهمي؟ أنهم يضعون أموال تعني تقريبا شهر أو أسبوع أو أسبوعين قبل التقديم على تأشيرة السياحة أو الدراسة. ضباط الهجرة في القنصليات يعرفون بأنه هذا الحساب يعني جديد وبأنه وهمي، لأنه تم إنشاؤه فقط من أجل الحصول على التأشيرة، آنذاك يرفضون التأشيرة. فهذه من الأشياء التي يأخذون بعين الاعتبار في القنصلية. من بين الأمور الأخرى التي تؤثر على الحصول على القبول الجامعي وإتمام كافة إجراءات الفيزا، عدم ظهور اسم الطالب فيما يسمى بنظام سيفيس الأمريكي، أو ما يسمى بعبارة أخرى ما يسمى بالـ SEVIS، فيتعذر على مثلا السفارة التأكد من أن هذا الطالب مثلا قد قدم على إحدى الجامعات. وعليكم أن تعلموا بأنه في القنصلية يعتمدون كثيرا على نظام السيفيس، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يقدمون على تأشيرة M وتأشيرة F وتأشيرة J. وهذا النظام يعمل على الإنترنت ويتتبع جميع الخطوات التي قام بها الطلاب منذ اللحظة الأولى إلى غاية تقديمهم على يعني التأشيرة، يعني منذ تقديمهم على أي جامعة إلى لحظة الذهاب إلى القنصلية من أجل يعني المقابلة. فهذا النظام ضباط الهجرة يعني يقومون بفحصه لكي يروا المراحل التي مر منها الطالب منذ تقديمه. فهذه الأشياء يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. بالإضافة من بين الأسباب التي تؤخر هنا أقول لست لا أقول ترفض، تؤخر يعني صدور التأشيرات، هو بعض المشاكل الأمنية التي تكون في بعض الدول. فالأوضاع الأمنية بالطبع تختلف من دولة لأخرى. في هذه الحالة هناك بعض الدول يكون فيها يعني الأوضاع الأمنية جد صعبة، فهذا يعني أن القنصلية لا تشتغل ساعات أكثر بل تشتغل ساعات عمل أقل، هذا يعني معالجة أقل لطلبات التأشيرات الأمريكية يعني بجميع أنواعها، كما يوجد مثلا في سوريا أو العراق أو بعض الدول التي فيها حروب. فعلى العموم هذه هي بصفة عامة بعض أسباب تأخر صدور تأشيرة السياحة أو الدراسة للولايات المتحدة الأمريكية. مرة أخرى أتمنى أن هذه المعلومات تكون يعني أو أكون قد يعني تطرقت لها بشكل شامل، حتى يعني تجدون يعني كل ما يخصكم أو تحتاجون له من بسبب عفوا بخصوص تأشيرة السياحة والدراسة للولايات المتحدة الأمريكية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.